بسم الله. عائشة الأصفر، مواليد 56، خريجات جار يونس، ليسانس فلسفة جامعة جار يونس بنغازي 78، مجال الريادة مجال الطيران باعتباري أول امرأة تقود الطائرة في ليبيا، متحصلة على إجازة طيار خاص في 1974، وكنت على رأس السرب الاستعراضي في مطار طرابلس في 74-75 في حفل افتتاح طيراني في 74. ليس فخرا لعائشة الأصفر فقط، بل هو فخر للمرأة الليبية والمرأة في المنطقة بصفة عامة، لأن في 74 يعتبر وقت متقدم، وولوج مجال الطيران كان مجال نادر بالنسبة للمرأة. طبعا من غير الطيران، أنا مؤسسة لحركة زهرات الكشافة في الجنوب الليبي في أوائل السبعينيات، وشاركت في المخيم العربي 14 للمرشدات العربيات في الموصل العراق، وفي بعض المخيمات داخل ليبيا أيضا. كنت أول مقدمة برامج من الجنوب في إذاعتي سبع المسموعة والمرئية، والآن أنا اتجهت للكتابة الروائية، ولدي 5 روايات صدرت لحد الآن. طبعا نصيحتي للمرأة وللشباب، ولأن التغيير يأتي من الداخل، وبالنسبة للمرأة عليها أن تشتغل على ضمان حقها في الدستور، ومتى ضمنت المرأة حقها في الدستور فالعقبات الأخرى تكون مسألة فردية، وعليها أن تستعين في هذا بالنساء الحقوقيات والقانونيات والمستنيرات. شكرا.